من لندن ينضم إلينا ديفيد مادن وهو محلل مالي في إكويتي جروب. أهلا بك ديفيد معنا. يعني لازالت الأنظار كلها متجهة إلى ما يحدث في الدولار الأمريكي الذي يتراجع فعليا من الذروة التي سجلها منذ 20 عام. المؤشر تراجع يعني من مستويات قريبة من 115 إلى 110، واليوم تصدر أرقام الجولز الوظائف المتاحة تتراجع بمليون ومئة ألف تقريبا. هل هذه إشارة بأن سياسة الفيدرالي بدأت تنجح بكبح الطلب، أم أن هذه الأرقام لازالت تعتبر مرتفعة جدا بالنسبة للوظائف المتاحة في الاقتصاد الأمريكي؟ أعتقد أن أرقام جولز ذات أهمية ثانوية. سوق الوظائف في الولايات المتحدة قوي للغاية. لبعض الوقت كان لدينا أرقام للشواغر والتي تشير إلى أن أرباب العمل راغبون في استقبال الموظفين، ولكن من المعروف أنه منذ الجائحة كان هناك صعوبة في الحصول على الموظفين. هناك من خرج من سوق الوظائف وأصبح لديهم تدريب أو تعليم، وهناك من يرغبون أيضا في أن يوظفون أنفسهم. وبالطبع أيضا فيما يتعلق بأرقام الوظائف في الشهر الماضي تشير إلى صحة الوظائف في الولايات المتحدة. حتى الشهر الماضي كان هناك تقارير جيدة والتي كانت عند أدنى مستوياتها بالنسبة للبطالة، وأيضا كان هناك مستويات منخفضة إلى 3.7%، وأعتقد أن هذا يعتبر رقما منخفضا ويشير إلى العصر بعد الجائحة. بالنسبة لسوق الوظائف فهناك الكثير من المخاوف. أنا أتوقع أن العديد من المصرفيين سوف كانوا يشيرون، مثل أيضا تقرير أياس أن يشير إلى أن مقياس التوظيف قد وصل إلى مستوى الانكماش، وهذا يشير إلى القلق. وهذه الأرقام كانت محدثة أكثر من أرقام جولز. وفيما يتعلق بالرسالة الإجمالية بالنسبة لتقرير الآي اس ام الصناعي، هو أن قطاع الصناعي في الولايات المتحدة سوف يواجه صعوبات فيما يتعلق بالأنشطة والأرقام المدفوعة والوظائف، وهذا بالطبع ما يربط التراجع في الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية. ويعني السؤال هنا بالنسبة لهذه التراجعات على الدولار، هل هي قد تكون استراحة بالنسبة للدولار، هل هو تغير مسار الدولار نتيجة التطورات الأخيرة؟ كيف تضع اليوم التراجعات الأخيرة في أي خانة؟ أعتقد أن التراجع الذي شهدناه في الدولار الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية جزئيا هناك مخاوف تتعلق بصحة الاقتصاد الأمريكي، ولكن معظم الأمر يتعلق بجني الأرباح، وبدرجة ما أن يكون هناك بحث عن اليورو والجنيه الاسترليني. منذ أسبوع الدولار الأمريكي كان عند أعلى مستوى في 20 عاما، وكانت العوائد الأمريكية ارتفعت فوق 4%. إذا العوائد وصلت 3.3%، وهذا تراجع كبير في الأسبوع والعشرة أيام الماضية، ولكن عند مستويات مرتفعة نسبيا. علينا أخذ في الاعتبار أنه فيما يتعلق بالدولار الأمريكي خلال التراجع بالنسبة للتداولات السابقة عند مستويات عالية، الاتجاه المرتفع للعوائد والاتجاه الصعودي لمؤشر الدولار لا يستمر، وأعتقد أن الأمر سيستمر لبعض التداولات، ولكن هناك تغيير في النفس للجنيه الاسترليني واليورو، وهذا ما لعب دورا في تراجع الدولار. مجددا اليورو اليوم من افضل العملات اداء، مكاسب بحوالي 1.2%، عدنا لمستويات التعادل. الى ما تعزو هذه المكاسب القويه، وهل تعتقد بانه وصل اليورو الى القاع؟ أعتقد أن التغير الذي شهدناه في اليورو خلال الجلسات السابقة يتعلق بضعف الدولار الأمريكي أكثر من قوة اليورو، وأعتقد أن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي سوف يغير من سياسته النقدية، وهذا ما سيهدئ أو يبطئ
وتيرة رفع معدلات الفائدة، وهذا ما أثر على سوق العملات في الوقت الحالي. ولكن أعتقد أن طبعا الفيدرالي لن يوقف رفع معدلات الفائدة. بالنظر إلى منطقة اليورو، المشكلات الهيكلية أكبر بكثير من الولايات المتحدة، وشهدنا التضخم في منطقة اليورو عند 10%، وده أعلى مستوى على الإطلاق. والمدى القريب هناك توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم برفع معدلات الفائدة بشكل كبير في الاجتماع التالي، والأسواق تحتسب 75 نقطة أساس بالفعل. وهذا أيضا يؤثر على قوة اليورو خلال 48 ساعة الماضية. طيب دعني أسألك اليوم عن الأسترالي، من العملات القليلة التي تتراجع أمام الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط. كيف اليوم ترى هذا القرار من قبل البنك المركزي الأسترالي وتأثيره على باقي البنوك وعلى الأسترالي تحديدا، العملة الأسترالية؟ أعتقد أن كان خطأ من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي أن يقوم بالتسريع على الوتيرة فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة. في هذا الاجتماع كان هناك توقع بأن يكون هناك رفع ب 50 نقطة أساس، وفي النهاية كان رفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط. وبنك الاحتياطي الأسترالي طبعا كانت الوتيرة تؤثر على الاقتصاد الأسترالي، بالنظر إلى ردة الفعل تجاه الأخبار من قبل متداولي العملات كان هناك تراجع كبير في الدولار الأسترالي في جميع الأنحاء. وكما ذكرنا، الدولار الأسترالي متراجع مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الدولار الأسترالي كان مرتفعاً اليوم. وعلينا أن نشير أيضا هناك ارتفاع حاد في أسعار المعادن الصناعية. إذا الضعف في الدولار الأسترالي كبير على اعتبار ما يحدث في السلع وفي الدولار الأمريكي. وأيضا فيما يتعلق ببنك الاحتياطي الأسترالي، كان لديه هذا السلوك بأنه سوف يقوم بالصدمة للاقتصاد الأسترالي، ولكن هناك توقعات بأنه سيكون هناك رفع معدلات الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، وذلك في الأربعاء القادمة، لأن بنك الاحتياطي الأسترالي خيب أمال المتداولين اليوم. لا أعتقد أنه هناك ضمان أنه سوف يخيب أمالهم في الاجتماعات القادمة. والباوند الذي يتداول اليوم عند يعني أعلى مستوياته منذ تقريبا منتصف سبتمبر، استطاع أن يصعد بحوالي 10% من أدنى مستويات سجلت الأسبوع الماضي، وكأنه بالفعل في رولر كوستر الباوند. برأيك بعد هذه الارتفاعات القوية إلى أين سيكون اتجاه الاسترليني؟ أعتقد أن الاتجاه قصير الأجل للباوند هو الارتفاع، وأعتقد أن هذا سوف يؤثر على الاتجاه على المدى المتوسط والبعيد. وعلينا أن ننتظر أن التراجع الكبير الذي شاهدناه في الاسترليني خلال الأسبوع الماضي كان مدفوعا بالخطط الحكومية واقتراح 45% كتخفيض للضرائب، وهذا ما شاهدناه مؤثرا على الباوند. ويبدو أن المشكلات العامة والأسواق هو ما حفز الحكومة البريطانية على تغيير رأيها فيما يتعلق بتخفيض الضرائب، وأرسل رسالة أنهم راغبين في أن يغيروا رأيهم. وأيضا أن الجمهور أو السوق، لا يمكننا أيضا نتجاهل الواقع أن بنك إنجلترا تدخل في سوق السندات أيضا، مما أدى إلى استقرار السندات البريطانية، وهذا ما أثر ولعب دورا في استقرار الجنيه الاسترليني. أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع، وأن الزخم جيد بالنسبة للباوند، ولكن سيستغرق وقتا حتى يعود إلى المستويات التي كان عليها منذ شهر مضى. وديفيد مادن من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.